أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. قال لي والله يا ابني كنت في المعهد في التربة جاني خبر أنه الوزير فلان توفى والفقير فلان توفى بدنا نجيبوا الجنازتين كلهم سوا. فقدموا جنازة الفقير سارعوا فيها مشان يصير الاحتفال للوزير. قال لي قال اجت جنازة الفقير. قال لي والله ما في غير الأربعة اللي حاملينها، ما في غير اللي حاملينها، ما في وراها حدا، فقير ما حدا يمشي معه. قال لي نزلته على القبر، فك من تحت، فك راسه مربوطة عند الراس. قال لي فكيت الراس، فكيت الوسط، فكيت إجري. العادة بيقولوا له كشيف عن وشه لحتى نشوفه. قال لي جيت عن فكيت عم فك الرجلين، ما في رجلين. وين؟ قال لي والله الجسد ما فيه كمان. قال لي جيت لوشه ما في حدا، خرقة. وين راح؟ قال لي خفت يقول شوف وين راح؟ قال لي وطلعت ريحة تمسك. قال لي والله حسيت شدة رح يتصدقك من ريحة المسك كتر ما طيبة. عم أقول منين راح الرجل؟ قال لي وأنا عم بعمل هيك؟ قال لي وشعته قاعد بعيد على كرسي أخضر والحور العيد عم يهوله. قال لي منظر أخذ لي عقلي، ما عاد بده لا يطلع. قعد شو هالمنظر هذا عم يهوله. قال لي مناظرهم أحلى من الجوهر. هو قاعد عم يضحك. قال له اجى الوزير قوم طلع. قال لي طلعت وحطيت البلاطه حطاط مشان ارجع كمل المنظر. ما عاد غاب عنه المنظر. قال لي رجعت نزلنا بدنا قبر محفور. قال لي كشفنا القبر. قال لي وقت الثعبان والله طخن رقبة الجمل، طخن رقبة الجمل وراسه فاتح تمه. أعوذ بالله يا جماعة شو قال افتح غير القبر. فتحوا قبر تاني نفس الثعبان، فتحوا قبر ثالث نفس نزلوا فوق. قال لي أنا لما شفت المنظر هربت، تركوا هرب. شلون نزلوه؟ سأل انه فتحوا ثلاث قبور بعدين نزلوه سناولوا الشعبان سحبوا قطوا القبر وهربوا. قلت له صدق رسول الله. كنت قاري الحديث جديد. قال لي في حديث؟ قلت له نعم. قال عليه الصلاة والسلام إذا نزل تارك الصلاة، إذا أدلي بتارك الصلاة إلى القبر أتاه الشجاع الأقرع. شجاع أفعى وأقرع من طول العمر بهر الشعر تبعها، فيأخذه بلهمزتيه بيسحبه وبيده مزربة. قال فيضربه على صلاة الفجر من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، كلما ضربه ضربة غاص في الأرض 70 ذراعا، ثم يخرجه ثم يضربه ثم على صلاة الظهر للعصر. ثم يقول أمرني الله أن أضربك على تضييع صلاة الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب. قال لي هيك الحديث؟ اللي أعوذ بالله. ترك الحفارة وكذا واشتغل. فوين المؤمن؟ وين
وزير، لكن عند الله ما في وزير، عند الله في عمل، في عمل. لذلك نصيحتي لكم خذوها اليوم، كل يوم قرأوا 100 مرة قل هو الله أحد، وجعلوها هدية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمواتكم وسابقة إلى قبوركم. بتروح إلى قبرك بتشوفه ممتلئ بنور قل هو الله أحد، 33 ختمة كل يوم، كل 3 بختمة قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، 3 ختمة، 100 بيطلعوا 33 ختمة، شوف قبرك ممتلئ بأنوار الله. وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة.